النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة على المملكة خلال الساعات القادمة وخلال الأيام القليلة القادمة بإذن الله. نهار اليوم سادت أجواء باردة ماطرة في العديد من المناطق، تركزت الأمطار في المنطقة الشمالية والوسطى وامتدت إلى المنطقة الجنوبية. ليلة أمس أيضا شهدنا عواصف رعدية خاصة في المنطقة الشمالية والوسطى، شملت العاصمة عمان أيضا وهطلت زخات كانت غزيرة من الأمطار عملت على جريان المياه في الشوارع. ننتقل الآن وإياكم لاستعراض المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة، وهي الأجواء غير مستقرة مستمرة خلال الأيام القادمة وزخات من الأمطار أيضا مستمرة وضباب كثيف متوقع أن يتشكل خلال ساعات صباح يوم الجمعة بحول الله. كالعادة نبدأ نشرتنا بصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم ولتوضح اندفاع لكميات كبيرة من الغيوم من شرق البحر الأبيض المتوسط باتجاه المملكة. هذه الغيوم عملت على هطول زخات من الأمطار. يوم أمس كانت هذه الأمطار الرعدية ترافقت بتساقط الحبات من البرد. خلال الساعات القادمة يتوقع أن تستمر هذه الرياح الغربية الرطبة بالعبور وبالهبوب نحو عموم منطقة بلاد الشام، وبالتالي تبقى الفرصة مهيئة لهطول زخات من الأمطار بسبب الغيوم المنخفضة المرافقة لهذه الرياح. لكن اعتبارا من ساعات الليل أو منتصف الليل يتوقع أن تتراجع كثافة هذه الغيوم، وبالتالي يتشكل الضباب في العديد من المناطق، مناطق واسعة يوم غد بإذن الله ستشهد تشكلا للضباب وتدني في مدى الرؤية الأفقية. نعود الآن لاستعراض تفاصيل الأمطار المتوقعة خلال الساعات القادمة من يوم الخميس وحتى يوم الأحد، حيث يلاحظ استمرار لهبوب الرياح الغربية من شرق البحر المتوسط باتجاه منطقة بلاد الشام خلال ساعات نهار اليوم الخميس. لكن لاحظوا تركز الهطولات المطرية في المنطقة الشمالية والوسطى أجزاء من المنطقة الجنوبية. خلال ساعات الظهيرة من يوم الخميس يتوقع أن تستمر هذه الزخات من الأمطار بالهطول في المنطقة الشمالية الوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية، لكن اعتبارا من ليل الخميس على الجمعة يتوقع أن تتراجع فرصة هطول زخات الأمطار في عموم مناطق المملكة، تتراجع أيضا كثافة الغيوم، وبالتالي تصبح الفرصة مهيئة لبداية تشكل الضباب خاصة في المنطقة الشرقية المنطقة الوسطى وعموم منطقة البادية خلال ساعات الليل المتأخر من يوم الجمعة أو الليل المتأخر من ليلة الخميس على الجمعة والصباح الباكر من يوم الجمعة بإذن الله. يوم الجمعة بإذن الله يتوقع أن تستقر أو تميل الأجواء للاستقرار مع بقاء فرصة للزخات الرعدية من الأمطار متوقع أن تتشكل خلال ساعات الظهيرة والعصر في مناطق عشوائية من المملكة تركزون في منطقة جبال الشرع. لكن اعتبارا من يوم السبت بإذن الله منخفض البحر الأحمر يمتد مجددا نحو شرق البحر المتوسط، وبالتالي تعود الأجواء الغير مستقرة في عموم مناطق المملكة خلال ساعات نهار اليوم يوم السبت، تشتد خلال ساعات الظهيرة والعصر مع بعض التشكلات الرعدية الركامية في مناطق عشوائية من المملكة تهطل على إثر زخات من الأمطار تكون غزيرة أحيانا تعمل على جريان الأودية بإذن الله. لكن اعتبارا من يوم الأحد تتراجع هذه الأمطار، تتراجع حالة عدم الاستقرار الجوي ويعود الطقس للاستقرار مجددا اعتبارا من يوم الأحد بإذن الله. نذهب الآن وإياكم لخرائط توزيع الضباب ونسب الرطوبة السطحية المتوقعة خلال ليلة الخميس على الجمعة وخلال الصباح الباكر من يوم الجمعة بإذن الله، حيث يتوقع أن تبدأ بعض التشكلات من الضباب الخفيف على المناطق الجبلية خلال الساعات الأولى من ليلة الخميس على الجمعة، لكن تتسع رقعة أو تشمل فرصة الضباب العديد من المناطق، المنطقة الشرقية عموم منطقة البادية والسهول والجبال خلال ساعات الليل الخميس على الجمعة وخلال ساعات الصباح الباكر من يوم الجمعة. لكن مع شروق الشمس يتوقع أن تبدأ أو يتراجع هذا الضباب وتتحسن تدريجيا الرؤية الأفقية على أن يتلاشى تماما هذا الضباب خلال ساعات الصباح المتأخر والظهيرة من يوم الجمعة بإذن الله. نذهب الآن للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تبقى الفرصة مهيئة لهطول بعض زخات من الأمطار خاصة خلال الساعات الأولى من هذه الليلة، لكن الطقس يكون بارد بشكل لافت، 8 درجات مئوية فقط كحرارة مسجلة، أما الملوسة 8 درجات، نسب الرطوبة عالية حوالي تقارب 100%، وبالتالي فرصة تشكل الضباب عالية خلال هذه الليلة، أما الرياح تكون بين الخفيفة والمعتدلة السرعة.
نبقى في العاصمة عمان، وتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة. يوم الجمعة بإذن الله تتفرق لبعض الغيوم مع 15 درجة مئوية، أما ليلا تصبح الفرصة مهيئة لهطول بعض الزخات الرعدية من الأمطار 9 درجات مئوية فقط. يوم السبت 15 درجة مئوية مع أجواء غير مستقرة، فرصة لزخات رعدية من الأمطار عفوا. أما ليلا تنخفض لـ 9 درجات مئوية. يوم الأحد يعود الطقس للاستقرار مجددا، 17 درجة مئوية فقط متوقعة كحرارة عظمى، أما الصغرى 10 درجات مئوية. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.